السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة وصفانات. اليوم إن شاء الله غتشوفوا معايا طريقة تحضير كيكة إيطالية بمذاق خطير جدا، كتجي رائعة وممتازة. كنتمنى أنكم تحضروها في هذا العيد إن شاء الله، فغادي تحمر لكم الوجه ديالكم أمام الضيوف وأمام العائلة، فكتجي ممتازة في الطعم ولا أروع. كنتمنى انكم من كل قلبي تجربوها. غادي نفتح لكم هنايا قطعه باش تشوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل. ف كما شفتوا معايا ها هي في الاسفل، كان اولا الكيكه اللي كاينه في الاسفل كنعملوها بيضه واحده، كتجي ممتازه جدا. جربوها، خليوا لي ارائكم في التعليقات. اذا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش الاشتراك واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع مراحل التحضير وكنتمنى تتابعوا معي الفيديو للاخر. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكونات غنحتاجوا بيضه واحده، كيس واحد من خميره الحلويات بيكنج باودر من وزن 8 غرام، كيس واحد من السكر بنكهة الفانيلا وزن 7 غرامات ونصف. بالنسبة لوزن ديال خميرة الحلويات بالملعقة فهي ملعقة صغيرة ممتلئة جيدا. عندنا كيس واحد من الكاكاو الوزن ديالو 7 غرام، ما يعادل ملعقة كبيرة. عندنا هنايا نصف كأس من السكر، نصف كأس من الزيت، نصف كأس من الماء المغلي. الماء المغلي يعني يكون مغلي ماشي دافئ. وعندنا ملعقه صغيره او كبيره من القهوه سريعه الذوبان، كتبقى حسب الذوق. الا كنتو كتحبوا النكهه ديال القهوه سريعه الذوبان، هذه راه ماشي القهوه العاديه، القهوه اللي كنعملوها مع الحليب الساخن وكنشربوها مباشره. اذا هنا غنعمل انا ملعقه صغيره. وعندنا طبعا بيضه واحده اللي قلتها لكم في الاول. وعندنا الدقيق كاس ونصف من الدقيق، دائما كناخذ القياسات بهذا الكاس اللي ها هو الحجم ديالو، حجم يعني قد اليد هكا، والقياس ديالو 150 مللتر بالنسبه للسوائل. هادو هما المكونات. غادي ندوزو الان على بركه الله لمراحل التحضير. اولا كناخذو الكاس كنوضعو فيه نصف ديالو ديال الماء، ها هو. غادي نضيف ليه هنايا ملعقه، كما شفتوا غنعمل ملعقه ممتلئه جيدا. غادي ندوب قهوة سريعة الذوبان مع الماء وغادي نخليهم جانبا. قبل ما نبداو في التحضير غادي نحضروا القالب اللي كندهنوه بالزبدة. بعد ما كندهنوه القالب بالزبدة فكنرشوه بالدقيق وكنزولو الدقيق الزائد، ومن بعد كندخلوا القالب للثلاجة وغادي نمروا لتحضير الكيك. على بركة الله كنجيبوا إناء اللي كنوضعوا فيه قرصة من الملح، كنضيفوا بيضة، السكر والسكر بنكهة الفانيلا، وكنخلطوا هاد العناصر جيدا مع بعضها حتى كيتغير لنا لون البيض وكتظهر لنا رغوة في الخليط. ومن بعد كما شفتوا ها هي كتكون رغوة على خليط ديال البيض والسكر. من بعد كنضيفوا الزيت بشكل تدريجي مع التحريك، كذلك كنضيفوا القهوة اللي حضرنا، القهوة سريعة الذوبان. بسم الله كنضيفوها كذلك تدريجيا وغادي نحركوا هاد العناصر حتى كتنسجم مع بعضها جيدا. وهنايا كناخذوا اناء اخر اللي وضعت فيه القياسات ديال الدقيق كاس ونصف، اللي غادي نقص منها واحد الملعقه كبيره غادي نخليها للاحتياط. الا لاحظت ان خاص مازال دقيق غادي نضيفها، الا لاحظت ان دقيق هو هذاك ما غاديش نضيفوها. كنضيفوا كيس من خميره الحلويات البيكنج باودر، كذلك كنضيفوا كيس من الكاكاو، وكنخلطوا هاد العناصر مع الدقيق جيدا. من بعد على بركه الله كناخذوا الغربال اولا المصفات وكنوضعوا الدقيق، كنوضعوا نصف الكميه وكنحركوا، وكذلك كنوضعوا نصف الكميه الاخرى تلو على الخليط المناسب للكيك.
اذا من بعد ها هو خليط الكيك جاهز، ما غاديش نضيف ديك الملعقه كبيره اللي خليتها جانبا. كنستخرجوا القالب من الثلاجه وكنوضعوا فيه الكيك. علاش كنوضعوا القالب في الثلاجه؟ هذيك الزبده كتجمد وما كتخليش الكيك يلتصق في الفرن. ومن بعد كندخلوا الكيكه الفرن اللي كيكون بارد من قبل الا كان فرن كهربائي، وساخن الا كان فرن غازي. كنوضعوا النار من الاسفل حتى كتنضج، من بعد كنوضعوا النار من الاعلى باش تحمر كذلك من الفوق. وفي هذا الاثناء غادي نمروا باش غادي نحضروا الكريمه. هنايا بعد ما خرجت الكيك من الفرن غادي نحضر الكريمه. على بركه الله، بالنسبه لمكونات الكريمه عندنا بيضتان، ملعقتان من النشا يكونوا ممتلئتان جيدا، نصف لتر من الحليب، ملعقتان من القهوة سريعة الذوبان وليست القهوة العادية، ديك القهوة اللي كنعملوها مع الحليب كما سبق لي قلت لكم. وعندنا هنايا 5 ملاعق من السكر، فالسكر هو مناسب بالنسبة للقهوة لأن القهوة كما كتعرفوا كتعطي مرورة، لذلك كنزيدو في كمية السكر باش تجي هي هذيك. إلا وضعتو 3 معالق فغادي تكون غادي يغلب المذاق ديال القهوة، ما غادي تجي لذيذة. على بركة الله نبدأ في التحضير. أولا فواحد الكاسرول كنوضعو فيها الحليب وكذلك القهوة سريعة الذوبان وكنوضعوهم على النار. من بعد غادي نخليهم على النار مع التحريك حتى كتذوب لينا القهوه بشكل تام. من بعد على بركه الله في اناء جانبا كنوضعوا البيض بيضتان، وغادي نضيف لهم السكر غادي نخلطوا هاد العناصر جيدا مع بعضها. ومن بعد غادي نضيف النشا وغادي نحرك النشا مع البيض كذلك حتى كينسجم لينا النشا جيدا مع خليط البيض والسكر. وكنبداو بإضافة الحليب بشكل تدريجي. فالحليب اللي وضعت هنايا، ففي الاول مع القهوه وضعت الحليب وخليت واحد نصف كاس جانبا هو اللي وضعته الان مع هذا الخليط، يعني راه نصف لتر اللي كنحتاجه فقط. كنجيبوا الحليب مع القهوه وكنضيفوهم لهذا الخليط مع التحريك. من بعد كنرجعوا هذا الخليط في واحد الكاسرول اللي كنوضعوها على النار، والنار اللي كتكون متوسطة، وضروري نستمروا في التحريك حتى كتولي عندنا كريمة متماسكة. بعد ما كتولي عندنا الكريمة بهذا الشكل كما شفتوا معايا، فكنطفيو على النار، يعني كتبدا يخرجوا فقاعات، ضروري تخليوها تتولي بحال هكا لان الوصفه هي اصلا بالجيلاتين، وحنايا هنا غادي نستعملوها بدون جيلاتين، لذلك هذه الخطوه هي مهمه وضروريه انكم تعملوها. ومن بعد كنجيبوا اناء اللي كنفرغوا فيه ديك التحليه اولا ديك الكريمه على بركه الله، كنفرغوها وهي ساخنه، نخليوها حتى كتبرد. ومن بعد كنجيبو بلاستيك غذائي كنوضعوه، كان ضروري ان البلاستيك يلامس لينا السطح ديالها باش ما كتكونش لينا قشره، وكنوضعوها في الثلاجه وكنخليوها حتى كتبرد تماما تماما. والان غادي نمروا باش نحضروا الكريمه. كنحتاجوا العلبه من الكريم شونتيي اللي الوزن ديالها 100 غرام، العلبه اللي كتوضع عاده مع ربع لتر من الحليب، غادي نوضعوها هنايا مع 100 مليلتر من الحليب باش تجينا الكريمه متماسكه جدا وتجينا مزيانه. اذا على بركه الله غادي نوضعوا الحليب وكذلك غادي نوضعوا المحتوى او الظرف ديال الكريمه، وكنجيبو الخلاط الكهربائي وكنخفقوه حتى كتكون عندنا كريمه متماسكه جدا. واحد الملاحظه بالنسبه للحليب وكذلك بالنسبه للكريمه، فكنت وضعهم في المجمد هكا باش نساعدوا الكريمه تجينا متماسكه اكثر.
ومن بعد ها هي الكريمه بعد ما بردات، ف غادي نجيبو الخلاط الكهربائي وغادي نخلطوها. في الاول كتكون عندنا بهذا الشكل، لكن من بعد ما غادي نرجعوها للثلاجه كتزيد تولي متماسكه اكثر. من بعد ما خفقنا الشانتي ولا جاهز، اذا كما شفتوا معايا غادي نجيبو الان هاد الكريمه الثانيه وغادي نحاولوا نضيفوها الى شانتي. كنبقاو نضيفوها بشكل تدريجي وكنحركوا بهذه الطريقه من الاسفل للاعلى حتى كنخلطوا الكريمات بزوج مع بعضهم، فغير بشويه غير بالعقل كنبقاو نحركوا حتى كينسجموا لينا تماما. حاولوا تحترموا طريقه التحريك باش ما تخسروش الكريمه الاولى اللي هي كريمه شانتيي، هذه خطوه ضروريه ومهمه. وهنايا على بركه الله كنوضعوا هاد الكريمه فوق الكيك، وغادي نخلي واحد الكميه اللي غادي نزين بها. كما شفتوا كيفاش كتكون الكريمه، وكما قلت لكم راه ملي كنخليوها في الثلاجه راه كتولي متماسكه، يعني ما كتبقاش بهذا الشكل. الا حبيتوا تقدموها على شكل طرطه كريميه فممكن، والا حبيتوا تقدموها على شكل طرطه مثلجه فممكن، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا غادي ندخلها المجمد وغادي نخليها واحد المده حتى كتماسك الكريمه، والكريمه الاخرى غادي نوضعها في الثلاجه باش غادي نزين بها من بعد. وعلى بركه الله هذا هو الكيك بعد ما خرجته. كما قلت لكم انا راه وضعته في المجمد باش تماسك ليا بسرعه. كنمروا واحد السكين من الجوانب، ومن بعد كنمروا واحد السكين من الجوانب، ومن بعد على بركه الله بعد ما زولت الاطار فغادي هنايا نوضعها في صحن. ومن بعد على بركة الله الكريمة المتبقية وضعتها في جيب حلواني، وغادي نوضعها كتزيين على الجوانب بهذا الشكل. وهنايا فخديت تزيين كيبقى اختياري، تزينوا بالشوكولاتة، انا اختاريت نزين باللوز فوضعته هنايا. في كل واحدة كنوضع لوزة، وكذلك هنايا غادي نوضع اللوز على شكل وردة في الداخل بهذا الشكل. ها هو تزيين كيبقى اختياري. ومن بعد غادي نوضع فيه هذاك العقيق الغذائي في الوسط. اذا هذه هي النتيجه النهائيه ديال الكيك ديالنا، كيجي رائع ممتاز، مذاق مميز وهائل. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوه. جربوه، خليوا لي ارائكم في التعليقات وكذلك انتقاداتكم. نخليكم تلاقوا فيديو قادم بوصفه اخرى ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.